تندم والله بتندم. اقسم بالله ندمه. بياخد رئيس عصابة العناكب. اوه تعال تعال تعال، شوف شوف ام الفزع، العناكب وصلوا، العناكب وصلوا يا حبيبي. يسار يسار. وحدي في المقر حزين، عصابة بدون اعضاء، عصابة العناكب لازم تكتمل. حاليا ان شاء الله بدور افراد عصابة وبنبدأ بالإجرام. آه يا أم الفخامة، فقط كل ما عليك أنك تكون رئيس عصابة وتأخذ أفخم سيارة. خلنا نروح المدينة الثالثة، شكله بلاقي في لي أصحاب كثير هناك، تجار مخدرات، تجار أسلحة، كلهم في المدينة الثالثة. والله ليلت ها الدنيا، صار ليل، كان لازم ما أطلع، مخايف من العصابات كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا بوي. يا اخي وش صاير معك في منطقة مقطوعة هون؟ والله اختربت علي السيارة وانا ميكانيكي شويات وبتتصلح ان شاء الله. تمام، محتاج اي مساعدة ثانية اي شيء؟ ابدا، يعطيك العافية، ما تقصر حبيبي. حبيبي اي شيء، انا في المنطقة هون، تكرم عيونك حبيبي. ماشي يا هلا. يا اخي رئيس عصابة ويساعد الخير سبايدر، يعني انت شفت سبايدر مان ما يساعد العالم؟ سبايدر يلا يا عمري. اوف صوت الليجز. اوف. مين انت؟ لو انزل ولا حركة ولا كلمة. انزل. نزلت. ارفع. مين هذا يا ليش خاين؟ ليش يا حبيبي ليش؟ وش سوي؟ كفو يا ام الفزعة، كفو. سماشر. انت مين؟ انت اللي انت الميكانيكي. والله كفو يا اسطوري. عسى ما اشر بعد قلبي. والله ما اعرف مين هاد. انا كنت ماشي رايح المدينة الثالثة، وتقدر تاخذني المقر؟ مقرك؟ مقري قريب من هون، انا بدي لك عليه. ابشر حبيبي. يا ام الفزعة يا قلبي، ما اعرف طلعت من هون، طلعت من الجسر ولا واحد وقف، ما عرفت مين، بس فقط وقفت وضرب ومشي. ما تعرفه؟ لا والله. حبيبي هنا جوا بالداخل. ادخل جوا هذا المقر. ادخل. والله كفو عليك يا الله، عمل خير. اذا في احد بس لو تقول لهم ما يطلقون عليك. لا ما اصلا ما في احد حاليا، ما في احد. حبيبي انت من وين؟ الله بعت لي اياك ما بعرف، يعني شفتك على الطريق. والله كفو يا اسطوري. ما تخافش يا قلبي، حاضرين للطيبين. يا حبيب عمري، والله كان هذا الشخص لوتني وقتلني ولوتني، ولولا فزعتك آخر ثاني يا حبيبي. بعد قلبي. والله يا الله، من وين بيبعت هيك عالم ما بعرف، أقسم بالله كفو. خلاص كذا. حبيبي. شوي وتقوم. حبيبي كفو. تبغاني في خدمة شيء ثاني طال عمرك؟ وين بتروح؟ برجع أكمل شغلي. لا حبيبي. انت انقذتني يا حبيبي، انقذتني وفديتني بروحك. بعد قلبي والله هذه خدمة عادية. لا حبيبي، هاي ما اخليها تروح هيك، والله ما بخليها تروح هيك. اسمع، الله سم، انا عندي عصابة اسمها العناكب. أيوه. بدور عالم تصير معي. والله شوف، انت ساعدتني يعني ساعدتني من الموت، فانا يعني بطلب منك انك تكون معي في العصابة، وش رايك؟ هذا شرف لي بعد قلبي. بي والله بتشرف فيك، انا اقسم بالله انك اسطوري، ومساعدتك ما بنساها بكل حياتي. انا ان شاء الله دائما وابدا معك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، خلاص من يوم رايح انت في العصابه. ابشر. هلا بالعنكبوت. يا هلا بالعنكبوت. ما شاء الله، المقر كله تحت خدمتك حبيبي. نورت المقر، نورت العصابه. هلا بنورك والله يا هلا. السلام عليكم. يا هلا. وعليكم السلام. شو عم تسوي هون؟ والله مو شغلك. شو مو شغلك؟ شو قاعد بتسوي ومنطقة مهجورة وقريب من المقر اللي خاص فيه وبتقولي مو شغلك؟ مباحث انت ولا شو؟ لا مو مباحث.
لك شو بتسوي هون؟ عصابة انت؟ لا انا اكبر تاجر مخدرات في المدينة. مخدرات؟ يب. وتبيع حشيش وكل انواع المخدرات ولا ايش؟ كله كوكايين ويد داس. شوف انا من زمان انا بدور على اني اشتري مخدرات بس ما لقيت ولا باعة. كم الكمية عندك؟ عندي 500 واحد. اول 500 اكيد يب. معي حتى بعد في السيارة، اما معي اسف الحقيبة 500، معي بعد 2500 في السيارة. اوف والله. شوف انا بشتري. شو احنا بنمزح؟ لعب بصغار. بايعهم لاحد ولا شو؟ اكبر تأجر حشيش. والله منتظر واحد يجي يشتريهم مني. خلاص الغي 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 الغي. انا بشتري انا بشتري. حبيبي ما معك المبلغ، مبين عليك مره مطلع. كم المبلغ؟ جاي لي فروز راك 50 مليون. عادي 50 مليون مشتريهم؟ متأكد؟ متأكد. دفعة واحدة، انت عارف انا ما العب اقساطات، انا لعبي لحالي تجارتي لحالي. اوكي انزل اعطيني اياهم. اعطني بسرعة حبيبي. لا 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 حبيبي حبيبي. شوش فيك؟ بسرعة 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 فيك. لا لا حبيبي بسرعة. ولا حركة ولا حركة. لا تغدر في. انت عارف مع مين عم تلعب حبي؟ تغدر في. قالك لا حبيبي. بمزح بمزح انا بمزح. تمزح تمزح يا حلو. طيب اسمع اسمع اسمعني اسمعني. انا عن جد بشتريهم والله بشتريهم. طيب طيب بشتريهم. ما بسمع صوت، ما بسمع لك صوت. اسكت ولا بتموت هسا. شو بدك تسوي حبيبي؟ شو بدك تسوي؟ فهمني بس. بدي فتشك ثواني. لا تتحرك. اسمعني يا ابن الحلال اسمعني. انا عن جد كنت بشتري. ما شاء الله. ما معك، معك مو ذخيرة، معك مخزن. هدول هدول هيك، هدول ما بستخدمهم. لا 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 اسمع 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 اسمعني اسمعني. اسمع يا حبيبي والله. شوف اسمع خلاص. شوف انا والله كنت بشتريهم منك. اخر اخر كلمات. اسمعني اسمعني والله. اسمع اسمع اخر كلمات. طب اوكي اسمعني اخر كلمات قبل ما تموت. اسمعني انا 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 قائد عصابة. وقف بس خليني اعرفك لك انا مين. انا عندي عصابة. اوكي العصابة قريبة من هون، قريبة من 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 مكان اللي كنت متواجد فيه. أنا كنت عن جد بشتري حشيش ومدور على بائع حشيش بس ما لقيت. هالحكي كان من امبارح أو قبله. والمال زين وأضمنك. والله شوف بعطيك وكمية الحشيش اللي معاي يعني يمديني يجيب قده على 10 مرات يمديني يجيب قده. شايف هالشيء كلاس في بعد 5. طيب شوف 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 حبيبي اسمع اسمعني اسمعني اسمع. انت شغلك حشيش صح؟ انت شغلك حشيش كله كوكايين. شو بدك؟ طيب انا مستعد مستعد امن مستعد امن لك الحمايه الكامله. تدخل معي في العصابه وتصير تاجر حشيش وامن لك حمايه كامله على كل شيء. يعني حتى ابعث معك مرافقه يودون الحشيش. انا اذا تدخل عصابتك بدي اوقف هذا الشغل اصلا. بدي توب. تعرف ليه؟ ليه؟ لانه المشاكل اللي عندي انا مع عصاباتي كثير، مره مع عصاباتي كثير. طب تمام انا بامن لك حمايه من كل العصابات. لا تقطعني خليني اكمل كلامي. يعني كن عارف اذا تدخل انا عصابتك سبب لك مره مشاكل، مره مو شوي، مو مشكله مشكلتين، راح سبب لك يمكن حياتك تكون على موت. يعني انا لو بدخل على العصابه بس بدي اشي واحد منك. ايش هذا الاشي اللي صار؟ ما بدي اي حدا يعرف اني انا تاجر مخدرات. حتى رئيس. انت رئيس العصابة؟ حتى افراد. انا الرئيس. طيب اسمعني، هاي اسا بمحيها من ذاكرتك او انا بمحيها في طلقة؟ لا 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 اسمع اسمع خلص بمحيها بنساها على الاخر. انا شو شغلي؟ انا شو شغلي؟ انت شغلك شغلي؟ ما اعرف ما تعرف. ما اعرف شو تشتغل. خلاص هذا هو الاشي. اوكي اسمع انا بأمن لك الحماية خلاص اذا ما تقتلني بشرط ما تقتلني. انا شوف انا وقت اوعد شخص خلاص بوعده. اوكي طيب اوكي. طب اسمعني. بدنا نروح بدك تفرجيني على مقرك. تمام روح مقرك. انا ما يمديني اضمنك. اركب 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 اركب. يعني انا هسه اول واحد يكون في عصابتك. انت ثاني واحد حبيبي. معي عضو.
شخص أوكي. واحد وانت الثاني، وان شاء الله بتكون عصابة اسطورية. ومن زي انا بدور كمان عالم تدخل عصابة. انا بدور تدرمي كل الحشيش اللي معاي، كل الحشيش اللي معاي تمام، لاني خلاص ما بدي اعود اشتغل احسن بسبب لك مشاكل. يعني خلاص المشاكل راح تجينا من راح تجيك من وراي، بس بأمن لك حماية اذا بدك تنمي. والله بأمن حماية لك ولكل تجار الحشيش. مين قال لك ما كنت تفكر انك تسوي اصلا؟ كنت عارف. والله اشوف انت شكلك محترف والتاجر الحشيش يفيدني كثير في العصابه. فكيتني والله كيف. لا عفوا، شوف ما بقدر فيك. تعال تعال يا عمري تعال. انت ثاني فرد بالعصابه فانت تكون مميز يا حبيبي. حبيبي نورت العصابه، ويعني شوف هالصدفه انه هيك قعدت بضرب عليك وسامحتني وتعرفنا على بعض وصرنا عصابه. اوكي حلو، نورت ثاني فرد بالعصابه، وان شاء الله بنكبرها اكثر. عصابه العناكب اسمها. اوكي حبيبي. اوكي العالم تمشي بعكس السير هون. اوب 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 نقطة تفتيش. يا سلام نقطة تفتيش. اوكي تمشي تمشي. توقف. ليش يا حبيبي؟ ترجل من السيارة، يديك الى اعلى. يدي الى اعلى. اوكي غيره. اعطني هويتك. يا سلام يا سلام، انت مشبوه يا صديقي. تعال الى هنا. ليش 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 شو عامل؟ فلتسكت فلتسكت، التزم الهدوء. ديفيلي السيارة يا ايها العسكري. اقسم بالله انه سامع هالصوت. انا وين سامع صوتك حبيبي؟ فلتلتزم للسلطة رجاء. والله سامع هالصوت. فلتدخل لو سمحت، انه هو المتفاوض. انا وهذا واحد فقط يتكلم معي. انت المفاوض. تلتزم الصمت. تندم والله بتندم. انا سوف اندم. طيب والله عند كلامي بتندم. اقسم بالله ندمه بياخذ رئيس عصابة العناكب. واخيرا مسكنا. انتوا عارفين مين اخذته؟ مرحبا ايها مرحبا ايها الرئيس. لقد مسكنا هذا المجرم المطلوب. هذا هو اللي سمع من ايه؟ اجل يا صديقي انه هو. والله لما سنة ندور عليك وين. اقسم بالله لو عرفان هو النقطة ما بتمسكوني. لو حبيبي اسكت بسرعة. التزم الصمت. اتصل بالحاكم وقل له يا الحاكم كمشنا يا حسنا. اتصل بالحاكم واحلى مكافأة احلى رتبة لك. شكرا لك يا ايها العسكري. راح تندم وصدقوني. اذا ما طلعتوني بتندم. حبيبي التزم الصمت. اعدامك عن قريب. اوكي بتشوف لا انت ولا الحاكم تقدروا تعدموني. انت عم تتحدى الدولة. انت تتحدى الدولة. انه يتحدى الدولة. ها انت معناها لسه ما بتعرفوني. تمام انت بعدك ما بتعرفني. لا نريد ان نعرفك. سوف ترمينا بشباكك اللعينة. ان يديك مربوطتان. انت ما بتعرف دولة وندرلاند حبيبي. بكرة بتتعلم عليها وبتشوف. اقسم بالله لندمكم. والله لو العناكب خلني اكتب عناكب. هل يمكنك الذهاب والتكلم مع العاكب بنفسي؟ أكيد. العناكب يورجوه مين؟ بس اهم شيء حياته. لن يخرج الا على تمام؟ اجل يعني بس هذا شيء طبيعي. هو اللي بيطلع غير هيك ممنوع. اجل 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 بذمتي لن يخرج من هنا حيا. حبيبي طلبت الفزعة. وانت فزعة ما بتعرف شو فزعة العناكب. لسه مو سمعان عنها صح؟ لقد مسكنا بك. لقد مسكنا بك يا ميتم الأطفال. يا إلهي ما هذا؟ والله بتندم. يا الله أقسم بالله كان لازم ما أدخل إلى تفتيش. ماذا؟ تعال 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 شوف شوف ام الفزع. العناكب وصلوا. العناكب وصلوا يا حبيبي. اطلع انت مو رجال. اطلع برا اطلع برا اطلع برا يا المفاوض. يا الله يا ام الفزع العناكب وصلوا. يا الهي متى يعني شار يسار.
أبشر.